السلام عليكم ورحمة الله، يعطيكم العافية أصدقائي. معكم حمزة من قناة ميدزيديو. راح نكمل معكم إن شاء الله سلسلة شرحنا لمادة علوم الحياة العامة واحد باي وان، واليوم إن شاء الله راح نشرح التشابتر الثاني من المادة The Structure and Function of Large Biological Molecule. خليكم معنا. أهلا وسهلا يا جماعة. التشابتر الثاني راح يحكي عن Structure and Function of Large Biological Molecules. ببساطة جسم الإنسان بيتكون من خلايا، وهاي الخلايا بتتكون من مولكيولز، يعني من جزيئات. هاي الجزيئات الكبيرة رح ندرس الهيئة أو البنية تبعها من ناحية ستراكتشر ومن ناحية الفانكشن، يعني الوظيفة اللي بتقوم فيها هاي المولكيولز. Within the cells, small organic molecules are joined together to form larger molecules. يعني في عندنا جزيئات صغيرة رح تتجمع مع بعضها لحتى تكون larger molecules، يعني جزيئات كبيرة. هاي الجزيئات الكبيرة يا جماعة بنسميها ماكرو مولكيولز. ماكرو يعني إشي كبير، ماكرو مولكيولز يعني لارج مولكيولز. This large macro molecules may consist of thousands of covalently bounded atom and weight more than 100,000 دالتون تقريبا. هاي الماكرو مولكيولز تتجمع مع بعضها عن طريق روابط كوفالنت. هاي الرابطة الكوفالنت بتكون رابطة قوية جدا، تربط الأتومز مع بعضها، تربط الذرات مع بعضها البعض. وزنها تقريبا حوالي 100,000 دالتون. هاي معلومة مش كثير مهمة. في عندنا 4 major classes من الماكرو مولكيولز، يعني في عندنا 4 تصنيفات منها. في عندنا الكربوهيدرات اللي هي السكريات، في عندنا الليبيد اللي هي الدهون، في عندنا البروتينات، وفي عندنا النيوكليك اسيد. يعني ببساطة برجع بعيد لكم يا جماعة فكرة هاي السلايد، بتحكي لنا كمدخل للتشابتر انه في عندنا اشي اسمه ماكرو مولكيولز اللي هي الجزيئات الكبيرة، 4 انواع. في عندنا الكربوهيدرات والليبيد والبروتين والنيوكليك اسيد، جاي من تجمع السمول اورجانيك مولكيولز مع بعضها عن طريق رابطه بنسميها كوفالنت بوند. طيب بعد هيك يا جماعه في عندنا مصطلح ثاني اسمه البوليمرز. البوليمرز زي ما بنلاحظ بدايته بولي، شو ما يمرق معنا اشي بدايته بولي، يعني اشي بيكون متعدد. المصطلح بدل على التعدديه. البوليمرز بيكون مبني بيلت فروم مونومرز. المونومرز هي الوحدات البنائية الأساسية اللي بتبني البوليمرز، زي لما يكون في عندنا جدار مثلا، لما يكون في عندنا البلوك، هذا البلوك تجمعه مع بعضه بيشكل لنا الجدار كامل. الجدار كامل بنسميه بوليمرز. البلوكس أو اللي بنعمر فيه مثلا، هذا بنسميه المونومرز. فكتعريف للبوليمر، هو عبارة عن long molecule consisting of many similar building blocks. خلينا نركز يا جماعة على كلمة similar، يعني بده يكون متشابهات، هذول building blocks. linked by covalent bond، الرابطة بتكون بيناتهم covalent، يعني رابطة قوية جدا. these small building block molecule are called monomer، هذول الوحدات البنائية الأساسية بنسميهن المونومر، يعني الوحدات الأساسية أو الخام. طبعا في عندنا 4 أنواع من البوليمرز. خلينا نركز على كلمة بوليمرز. في عندنا الكربوهيدرات والبروتين والنيوكليك أسيد. بنلاحظ يا جماعة انه الليبيد لا يعتبر بوليمر، لانه ما بيتكون من نفس المونومر، لانه احنا حكينا شرط اساسي عشان الجزيء نسميه بوليمر لازم يكون نفس الوحدة البنائية، similar building blocks. بدنا نركز على هاي الجملة، انه بده يكون في عندنا نفس المونومر، يعني تجمع المونومر مع بعضه، مثلا مونومر مع مونومر، هيك بيعطينا اشي اسمه البوليمر. اذا كان نفس المونومر بيعطي بوليمر، اذا اختلف المونومر ما رح يصير في عندنا بوليمر بالنهاية، زي الليبيد. اما الكربوهيدرات والبروتين والنيوكليك اسيد بتكونوا من نفس المونومر. طيب يا جماعه بعد ما تعرفنا على مصطلح البوليمر والمونومر، هلا كيف نحن بدنا نكون بوليمر، يعني بدنا نجمع، بدنا نعمل سينثيسيس يعني تصنيع لهذا البوليمر، او نعمل له بريك داون يعني نكسر هذا البوليمر. بالبدايه في عندنا تفاعلين، واحد اسمه ديهايدريشن واحد اسمه هيدروليسيس. ديهايدريشن يا جماعه دي في بدايه الكلمه أو بداية المصطلح تعتبر أو يعني معناها إزالة، يعني نحن بدنا نشيل. هايدريشن زي ما حكينا بالشابتر الأول، أي إشي له علاقة بالهايدريشن معناته إحنا بنحكي عن الماء، زي لما حكينا عن الهايدريشن شيل إذا بتتذكروا بالشابتر الأول. دي هايدريشن يعني نزع الماء، أو له اسم ثاني اللي هي كوندنسيشن. كوندنسيشن يعني إنه نعمل زي تكاثف أو تركيز للمعادلة أو التفاعل. الديهايدريشن والكوندنسيشن رياكشن راح يحدثوا occurs when two monomer bound together through the loss of water molecule، زي ما حكيت لكم انه في عندنا خسارة لجزيئة الماء.
هاي معنى dehydration. يعني إذا كان في عندنا two monomer اقتربوا من بعض راح يصير في عندنا خسارة لجزيئة الماء لحتى يتكون عندنا البوليمرز. هاي العملية يا جماعة بنسميها تكوين البوليمرز، يعني synthesis. هون بنحكي احنا عن تكوين بوليمر من two monomer. two monomer أو أكثر بيكونوا عندنا بوليمر. العملية العكسية يا جماعة هي تكسير أو disassembled للبوليمرز. راح تتكسر البوليمر إلى عدة بوليمرز عن طريق إشي بنسميه الهايدروليسيز. هايدروليسيز يا جماعة يعني تكسير أو تحطيم أو تفريق. الهايدروليسيز رياكشن هو إشي عكسي للديهايدريشن، زي ما حكيت لكم إنه هنا في عندنا إحنا تكسير البوليمر، هنا تكوين البوليمر. الديهايدريشن نزع الماء أو الكوندنسيشن راح يكون عندنا بوليمر، والهايدروليسيز راح يفرق البوليمر ويحوله لمونومر. هذول بدنا نحفظهم للمصطلحين والتفاعلين. هلا خلينا نشوف على الرسمة. أول رسمة بتحكي لنا عن تفاعل الديهايدريشن رياكشن أو سينثيسيز للبوليمر. هون في عندنا الكرات البنية أو الأرجوانية، هاي عفوا 1 2 3، هاي عبارة عن شورت بوليمر اللي هو بوليمر صغير أو قصير. وهون في عندنا مونومر. المونومر لما يقترب من المونومر هذا مثلا أو من هذا البوليمر كامل، رح يصير في عندنا خروج لجزيئة الماء، هاي H2O رح تطلع. يعني هاي رح تقدم H بلس وهون رح تقدم OH ويطلع على شكل ماء، فبتكون عندنا هون زي ما بنلاحظ 1 2 3 4 long polymer. هاي عملية الديهايدريشن لما يصير في عندنا ريموف للووتر مولكيول، هذا الشيء رح يشكل عندنا البوليمر اللي هي عملية السينثيسيز للبوليمر. على النقيض تماما يا جماعة، لما يدخل جزيئة ماء على نضيف جزيئة ماء بتفاعل الهايدروليسيز، اجت جزيئة الماء هاي وانضافت هون ضمن البوليمر حولته للمونومر. يعني دخلت جزيئة الماء فهون صار OH هون H وتكسر البوليمر هذا الكامل 1 2 3 4، صار 1 2 3 4 صار مونومر لحاله. فاذا عملية الهايدروليسيز راح تتطلب انه يتدخل جزيئة الماء، تدخل جزيئة ماء. العملية الديهايدريشن يعني نزع الماء، راح تخرج جزيئة الماء من المونومر لحتى يتشكل عندنا البوليمر. طيب يا جماعة، احنا شو ممكن نستفيد من هذا الحكي اللي حكيناه كلياته، يعني تكوين بوليمر وتكسير بوليمر، احنا كيف راح نستفيد منه؟ كمثال بسيط مثلا، نحن الطعام اللي احنا بنتناوله كل يوم مثلا راح يكون على شكل بوليمر. هذا الاكل لما يدخل لجسمنا راح يكون زي ما حكيت لكم على شكل بوليمر، راح يكون على الاشكال الاربعه اللي درسناها اللي هي الكربوهيدرات، ممكن يكون النيوكليك اسيد، ممكن يكون البروتين الى اخره. طبعا الخليه ما راح تقدر انها تستقبل او تعمل ابزوربشن، ابزورب يعني انها تمتص هذا البوليمر. فعشان هيك لما يدخل الطعام للدايجستيف تراك اللي هي المجاري الهضميه، يعني بده يروح مثلا على المري، على البلعوم، على المعده، راح يكون في عندنا هناك انزيم، انزيمات. هاي الانزيمات مباشره راح تعمل هايدروليسيز للبوليمرز، يعني راح تكسر البوليمر. نرجع بنذكر انه عمليه الهايدروليسيز اللي شرحناها قبل شوي هي انه احنا راح نكسر البوليمر. يعني احنا مثلا اخذنا كربوهيدرات على سبيل المثال، اخذنا كربوهيدرات، هاي الانزيمات مثلا عملت تكسير لهذا البوليمر. بس عملت تكسير لهذا البوليمر راح حولته لمونومر، زي ما اتفقنا انه تكسير البوليمر راح يعطيه مونومر. هاي المونومر يا جماعه راح يكون من السهل على الخلايا السيلز انها تعمل ابزوربشن لهاي المونومر. بعد هيك راح تنتقل هاي المونومر عن طريق البلود ستريم، عن طريق مجرى الدم، راح تصل الى الخلايا وتستقبل هاي الخلايا. بعد ما تكون عبرت مثلا الجوت اللي هو المجرى الهضمي، تنتقل بعد ذلك الى الدم ومنها الى باقي خلايا الجسم كاملة. طيب بعد هيك الخلية مثلا خلية معينة بالدماغ مثلا، بالصدر، بالقدم مثلا، وصلت لها هاي المونومر. بعد ما تبتلعها او مثلا تهضم او تأخذ هاي المونومر، راح تعمل لها dehydration، يعني عملية عكسية. يعني نرجع اخذنا مثلا طعام، طعام على شكل بوليمر، هذا البوليمر بالانزيمات صاروا تكسير لمونومر، المونومر راح لعند الخلية، الخلية راح ترجع تحوله لبوليمر مرة ثانية. طيب شو هاللف والدوران هذا والروحة والجي، شو استفدنا احنا من هاي العملية؟ زي ما حكيت لكم بالبداية انه الخلية ما راح تقدر تمتص هذا البوليمر، فهي بتاخذه على شكل مونومر وداخل الخلية بتحوله لبوليمر تستفيد منه للخواص تبعها. مثلا كل خلية حسب مثلا طبيعة هاي الخلية، حسب نوع هاي الخلية السيل تايب، هي راح تستفيد منه. يعني مثلا خلايا عصبية راح تستفيد منها بنقل سيالات عصبية، خلايا مثلا عظمية بتستفيد من البوليمر بتكوين مثلا العظام وإلى آخره.
فالمونومر اللي وصل لهاي الخلية راح يتحول لنيو بوليمر حسب حاجتها، زي ما حكيت لكم حسب الوظيفة اللي هي بتحتاجها هاي الخلية، مثلا عصبية، عظمية، أيا كان. The diversity of polymer، يعني في عندنا احنا تنوع بالبوليمرات يا جماعة. البوليمر هي كلمة عامة أو كلمة يعني واسعة، يعني احنا أخذنا مثلا على سبيل المثال البروتين، في عندنا ممكن من بروتين معين أو من وحدات بنائية أساسية من مونيمرز قليلة من النيوكليك أسيد، من البروتينات، من الأمينو أسيد، ممكن نكون ملايين أو مليارات البوليمرز. فعندنا في فاريتي، في عندنا تنوع كبير بالبوليمرات اللي ممكن تنشأ من مجموعة من المونيمرات الصغيرة. Each cell has thousands of different macromolecules. زي ما حكينا إنه مثلاً الخلية راح يكون فيها آلاف الماكروموليكيولز، آلاف البروتينات، آلاف الكربوهيدرات ضمن الخلية. The diversity comes from various combination of من 40 ل 50 common monomer and some other that occur rarely. يعني التنوع بهاي البوليمرز جاي من إنه في عندنا إحنا اختلاف ترتيب واصطفاف المونيمرز ممكن يعطينا بوليمر جديد. يعني مثلا اذا اخذنا احنا من 40 ل 50 مونومرز عندنا بجسمنا، هذول 40 او 50 راح يصطفوا مع بعض مثلا او يتجمعوا مع بعض بطرق مختلفه كبيره جدا، فهذا الشيء راح يعطينا خيارات اكثر للحصول على بوليمرات. يعني نحن عشان نحصل على بروتينات في الاف البروتينات، نتيجه يعني البروتين صراحه يعني بتشكل من الامينو اسيد، هاي لسه معلومة ما أخذناها راح ندرسها لقدام. البروتين بيتكون من أمينو أسيد، طريقة اصطفاف الأمينو أسيد تختلف من بروتين لآخر. يعني إذا في عندنا 2 أمينو أسيد اختلف ترتيبهم راح يختلف عندنا البوليمر أو البروتين اللي راح ينتج بالنهاية. فعشان هيك في عندنا إحنا فاريتي كبيرة وفي عندنا اختلافات كبيرة بالبوليمرز. بالنسبة للكربوهيدرات يا جماعة، طبعا يعتبر هو الفيول، الوقود، هو وقود الجسم، وبيلدينج ماتيريال هي مادة أو وحدة للبناء، تعتبر هي كربوهيدرات ممكن نبني عليها بجسمنا، الخلايا طبعا. الكربوهيدرات راح تحتوي على الشوجر والبوليمر من الشوجر. The simplest carbohydrate اسمه monosaccharide أو بنسميه single sugar. الدايساكرايد هو عبارة عن دبل شوجر، وفي عندنا البوليساكرايد هو عبارة عن البوليمر من المونوساكرايد. يعني يا جماعة في عندنا الكربوهيدرات اللي هي السكريات. السكريات هو مصطلح شامل يعبر عنه بالشجر اللي هو السكريات الأحادية أو السكريات البسيطة بنسميها، وفي عندنا البوليمر منها. الأبسط شكل منها the simplest carbohydrate، أبسط شكل من السكريات بنسميها المونو سكرايد. مونو يعني أحادي، وسكرايد يعني في عندنا السكر، أو بنسميه single sugar. هاي بالنسبة للكربوهيدرات. الداي ساكرايد يعني في بيكون عندنا داي يعني اثنين، بالبداية كلمة داي يعني اثنين، وساكرايد يعني كربوهيدرات. داي ساكرايد بيكون في عندنا دبل شوجر، بيكون عبارة عن تو مونو ساكرايد، يعني مونو ساكرايد مع مونو ساكرايد بيعطينا داي ساكرايد. التفاعل يا جماعة هو كوندنسيشن، زي ما حكينا انه لما بدنا نكون بوليمر بدنا نحتاج الديهايدريشن او الكوندنسيشن. وفي عندنا اخر شيء البولي ساكرايد اللي هي الاشياء المتعددة، فهي سكريات متعددة، هي عبارة عن البوليمر من الكربوهيدرات. طيب يا جماعة زي ما حكينا لكم انه الشجر هو يعتبر smallest carbohydrate، هو ابسط السكريات، يعتبر هو الفيول، الوقود للجسم، ومصدر الحصول على الكربون. الكربون طبعا نحتاجه بالجسم من اجل الطاقة والتنفس الخلوي. بالبداية راح نحكي عن المونوساكرايد أو السكريات الأحادية، إلها الصيغة الكيميائية المولكيولار فورميلا عبارة عن CH2O. أشهر إشي عنا الجلوكوز، صيغته الكيميائية C6H12O6 is the most common monosaccharide، هو أشهر إشي. Most name from sugar end in O's، يعني نهاية السكر، السكر الأحادي بتنتهي بالـ OSE ولفظها O's، مثلا جلوكوز أو فركتوز وإلى آخره. المونوساكرايد راح تتصنف يا جماعة لا حسب إما اللوكيشن للكربونيل جروب اللي هي السي دبل بوند أو، راح نصنفها لألدوز أو كيتوز حسب وجود الكربونيل جروب، وراح نصنفها أيضا تصنيف آخر حسب النمبر أوف كربون بالهيكل الكربوني للسكر.
يعني نحن لما بنصنف المونوسكرايد رح نصنف لتصنيفين، اما حسب الكربونيل جروب للدوز وكيتوز او حسب عدد الكربونات. يعني في عندنا مثال هون هم مصنفين اياهن، مثلا هذا الجدول تبع الالدوز وهذا تبع الكيتوز. كيف رح نصنف بين الالدوز والكيتوز يا جماعة؟ بالبداية الكربونيل جروب هاي هي اللي هي سي دبل بوند او، سي شخطين او، هاي بنسميها الكربونيل جروب. اذا كانت على الطرف بنسميها الدوز او العيلة تبعها بتكون الدوز، هاي مهمة جدا وتيجي بالامتحان. اذا كانت الكربونيل جروب بالوسط يعني مش على الطرف بنسميها كيتوز، هاي خلينا نتفق عليها بالبداية. هاي اول تصنيف حسب حسب انه اللوكيشن للكربونيل جروب راح تتصنف كيتوز او الدوز. التصنيف التالي اللي هو حسب عدد الكربونات، في عندنا تريوز يعني في عندنا الثلاث كربونات، هاي واحدة ثنتين ثلاث وهاي واحدة ثنتين ثلاث. طيب التريوز لما يكون الدوز بنسمي الكربون او السكر جليسير الديهايد، اسمه جليسير الديهايد، هذا بيجي بالامتحان. يعني بيجينا مثلا الجليسير الديهايد هو يعتبر كيتوز ولا الدوز، هو تريوز ولا مثلا هكسوز او بنتوز، ولا بنشوف. اما لما يكون في عندنا ثلاث كربونات السكر الاحادي، ثلاث كربونات والكربونيل جروب بتكون بالنص، هذا احنا اتفقنا انه اسمه كيتوز او كيتون شوجر. اسم السكر داي هيدروكسي اسيتون، داي هيدروكسي اسيتون، هذا الكيتوز التريوز. بالنسبة للبنتوز، بنتوز يعني خمس كربونات، بنتا يعني خمسة، التريوز جاية من كلمة تراي يعني ثلاثة، البنتا يعني خمس كربونات. الالدوز بنسميه رايبوز، زي ما شفنا انه الكربونيل جروب تكون على الطرف، هذا الالدوز. البنتوز لما يكون كيتون بنسميه ريبولوز، في عندنا خمس كربونات والكربونيل جروب بتكون بالنص مش بالطرف، مش شرط بالنص بس ولكن بالداخل، يعني مو على الطرف بتكون، هاي بنسميها الكيتوز. الهكسوز يعني في عندنا هكسا يعني ست كربونات، مثال عليه الجلوكوز والجلاكتوز للالدوز. بنلاحظ يا جماعة انه الكربونيل بتكون على الطرف. اما بالنسبة للكيتوز فالفركتوز بتكون هي مثال للهكسوز شوجر من الكيتون، وبتكون عندنا الكربونيل بالداخل وليس على الطرف. هذول اشهر شي بيجوا بالامتحان، مثلا الفركتوز شو نوعه والجلاكتوز مثلا شو نوعه والى اخره. ممكن كمان يا جماعة بدي انبه لشغلة، انه ممكن يجي الشكل، يعني احنا اجانا بتذكر بالامتحان اجانا الشكل مثلا هذا، تمام، هذا شو يعتبر؟ هل هو الدوز؟ هل هو كيتوز؟ هل هو فركتوز والى اخره؟ فضروري نحفظ الاشكال. التمييز الاول والتمييز السريع اللي هو الكربونيل، بنعرف مثلا اذا كان الكربونيل على الطرف بيكون هذا الدوز، اذا كان بالنص او بالداخل بيكون كيتوز، بيضل نعرف شو هي الفروقات بين كل سكر والثاني. طيب يا جماعة نحن هيك بتكون تعرفنا على الستركتشر تبع المونوساكرايد. هلا راح نشوف شو هي الوظيفة او شو هو الفانكشن للمونوساكرايد. المونوساكرايد او بنختصرها نحن بالجلوكوز او بالشوجر. كلمة جلوكوز خلينا يعني نربطها بإشي اسمه فيول أو السيلولار وورك، يعني الخلية لحتى تشتغل لحتى يكون في لها مصدر طاقة لازم يكون في عندها جلوكوز. الجلوكوز هو الإشي الرئيسي لعمل الخلية، وأيضا في لها فانكشن آخر إنه هي تعتبر الراو ماتيريال، يعني هي تعتبر المادة الخام لتصنيع باقي المونومرز. يعني نحن لما بنصنع امينو اسيد راح نحتاج الجلوكوز، لما نصنع مثلا فاتي اسيد راح نحتاج الجلوكوز. فالجلوكوز جدا مهم لانه هو يعتبر فيول للطاقه مشان عمل الخليه، ويعتبر هو ايضا اساسي مشان نعمل المونومرز الاخر، فهو يعتبر الراو ماتيريال يعني الماده الخام لتصنيع المونومرز الاخر. ممكن نحن نرسم السكيلتون يعني الشكل او الهيكل تبع الشجر عن طريق الطريقة الخطية اللينير زي ما احنا شايفين هيك. اما لما تكون ضمن aqueous solution يعني محلول مائي بيكون شكلها على شكل حلقي rings، فاحنا ما نستغرب من الشكل، هذا برضو عبارة عن سكر يا جماعة، بس تركيبته بسيطة، هي عبارة عن كربون و O و H، فهاي اللينير والرينج فورم لا السكر، هاي اللينير الخطي عندنا ست كربونات. طيب خلينا مثلا نعرف اسم هذا السكر
أول إشي نطلع عليه منعد قديش في عندنا كربون. هاي 1 2 3 4 5 6. أول إشي كعدد كربونات هذا يعتبر هيكسوز، فنحن بيروح بالنا إنه هو إما جلوكوز أو جالكتوز أو فريكتوز، صح يا جماعة؟ هاي هون هيكسوز، تمام؟ فيا أما جلوكوز يا أما جالكتوز يا أما فريكتوز. طيب منروح منشوف الكربونيل جروب اللي هي السي دبل بوند أو، هاي تمام؟ هاي الكربونيل جاي على الطرف ولا بالنص أو بالداخل قصدي؟ هي جاي على الطرف، فهو جالكتوز أو جلوكوز. ليش؟ لأنه لما يكون على الطرف بيكون ألدوز، هاي الألدوز تمام؟ فهو يا أما جلوكوز أو جلكتوز. بيصفي الاختلاف بينات هي الـ OH هاي اللي على الكربون الخامسة. نشوف هاي، هاي مثلا متشابه، هاي OH OH وهاي OH هون OH هون. نيجي على الكربون الثالث، 1 2 3 الرابعة عفوا، الثالثة من تحت. الكربون الرابعة يا جماعة في عندنا الـ OH لما تكون على اليمين بيكون جلوكوز، الـ OH لما تكون على اليسار بيكون جالكتوز. هاي الاختلاف بين هذول الثنتين، بس نحن عرفنا كيف درجنا بالشكل وكيف عرفنا الشكل واحدة واحدة. طيب بعد ما خلصنا المونوساكرايد رح ندرس الدايساكرايد. الدايساكرايد ببساطة هو عندنا 2 مونوساكرايد، يعني سكر أحادي مع سكر أحادي اجتمعوا مع بعض شكلوا عندنا ما يسمى بالدايساكرايد. إذا الدايساكرايد is formed when dehydration reaction، برجع بذكر على التفاعل dehydration reaction. dehydration يعني نزع ماء، نزع ماء يعني تكوين بوليمر نتيجة اجتماع مين؟ 2 مونوساكرايد. This covalent bond is called glycoside linkage، جدا 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 وبأكد على اسم الرابطة. الرابطة اللي بتجمع 2 مونوساكرايد أو 2 مونومر من السكريات أو من الكربوهيدرات يا جماعة جدا مهم، وهذا سؤال بامتحان، إنه اسمها glycosidic linkage أو glycoside linkage، هي الرابطة اللي موجودة بالبوليساكرايد أو بالكربوهيدرات بشكل عام. الدايساكرايد شوغر في عندنا مثال عليها المالتوز أو المالت شوغر is formed by joint to glucose molecule، يعني لما يجتمع جلوكوز مع جلوكوز بعطينا مالتوز، هاي جدا مهمة. لما يجتمع جلوكوز مع جلاكتوز راح يعطينا اللاكتوز أو سكر الحليب بنسميه ميلك شوغر اللي هو اللاكتوز. وفي عندنا السكروز لما يجتمع عندنا جلوكوز مع الفريكتوز. هون بيحكي لنا يا جماعة أيضا معلومة إنه السكروز هو الميجر ترانسبورت فروم شوغر إن بلانت، معظم السكر اللي موجود ضمن النباتات بنسميه أو بيكون على شكل سكروز. برجع بعيد بشكل بسيط إنه في عندنا شيء اسمه الدايساكرايد اللي هي السكريات الثنائية جاية من اجتماع 2 مونوساكرايد، الرابطة بيناتهم اسمها glycosidic linkage، الرابطة اللي بين المونوساكرايد. في عندنا أمثلة المالتوز واللاكتوز والسكروز. المالتوز يا جماعة جاي من 2 جلوكوز، اللاكتوز جاي من الجلوكوز مع الجلاكتوز، والسكروز جاي من الجلوكوز مع الفريكتوز، والسكر اللي موجود بالنبات بيكون على شكل سكروز بشكل أساسي. هاي هون عندنا يا جماعة هذا جلوكوز وهذا جلوكوز، هاي في عندنا H من هون مع OH من هون، لما تطلع معنا على شكل مي هذا التفاعل اسمه dehydration. طيب نحن بنعرف انه لما يصير في عندنا dehydration معناته في عندنا بوليمر يتشكل، هي اجتمع هذا مع هذا أعطانا المالتوز، زي ما ذكرنا قبل شوي انه المالتوز هو جلوكوز مع جلوكوز. وايضا نفس الشيء بالنسبة للجلوكوز مع الفريكتوز راح يعطينا السكروز، وايضا بده يخرج عندنا جزيئة ماء. بعد ما خلصنا الدايساكرايد يا جماعة راح نحكي عن البوليساكرايد اللي هي السكريات المتعددة، وشي معقد شوية ولكن هو ببساطة يعني تجمع مونوساكرايد مع بعضها، والرابطة راح تظل اسمها glycosidic linkage. تكون هاي المونيمرات مع بعضها راح يعطينا اشي اسمه البوليساكرايد او السكريات المتعددة. في إلها storage وفي إلها structural role، يعني في إلها خاصيتين أو إلها دورين هاي البوليساكرايد، إما راح يكون خاصية تخزينية كستورج أو structural بنائية، يعني راح تدخل ببناء الخلية. البوليساكرايد هو عبارة عن بوليمر من hundred يعني مئات of أو thousands يعني من مئات لآلاف المونوساكرايد راح يرتبطوا مع بعضهم زي ما اتفقنا برابط اسمها glycosidic linkage. Some polysaccharides serve for storage and are hydrolyzed as sugar
are needed، يعني نحن ممكن نحتفظ فيها كمخزن البوليسكرايد، نخزنها بجسمنا لما نحتاج، انه نحتاج شوجر مثلا، نحتاج سكريات، بنكسر هاي البوليمر بنستخدمها على شكل شوجر. وممكن يكون هي لها دور ثاني اللي هي بالبيلدينج ماتيريال، يعني بالمواد بنائيه مثلا او بالستركتشرال زي ما شفنا قبل شوي. راح نبلش باول نوع من البوليسكرايد اللي هو بيكون على شكل ستورج او بنستفيد منه كرول او كوظيفه تخزينيه، ستورج بوليسكرايد. مثال عليها يا جماعه الستارتش، هو عباره عن ستورج بوليسكرايد اوف بلانتس كونسيست انتيرلي اوف جلوكوز مونومر، يعني النباتات تحتفظ بالسكريات ضمنها عن طريق او من خلال او على شكل ستارتش. تمام، فالستارتش اول شيء بنعرف انه هو بوليسكرايد، ثاني شيء نوعه ستورج، وين موجود؟ موجود بالبلانت. مكون هو عبارة من الجلوكوز فقط، عشان هيك سمينا البوليسكرايد أو سمينا الكربوهيدرات بوليمر. ليش بوليمر؟ لأنه نفس المونومر اللي هو الجلوكوز مثلا الستارتش. The simplest form of starch amylose is unbranched and forms a helix. طبعا شكل أو أبسط شكل من الستارتش الأمايلوز، هاي الأمايلوز يا جماعة شكله كثير بسيط، عبارة عن جلوكوز، كل مسدس هاي اللي احنا زي ما احنا شايفين هي تعتبر جلوكوز مربوط مع بعضه، وشكله بيكون على شكل هايلكس. هايلكس يعني زي حلزوني بيجي، هي زي هيك زي ما احنا شايفين، وبيكون غير متفرع، ان برانشد يعني غير متفرع، بس بشكل بسيط بس هيك حلزوني متحلزن وكل شيء اموره تمام، بنسميه الامايلوز. النوع الثاني او البرانشد منه، يعني الشكل البرانشد فورم such as amylopectin، اسمه amylopectin، هذا بيكون معقد زياده زي ما احنا شايفين هون، بيكون مره حلزوني مره بيجتمع مره بتفرع، فهذا بنسميه amylopectin. فاذا الستارتش هو storage polysaccharide، وين موجود؟ موجود بالنبات. في منه نوعين، نوع بسيط اسمه amylose، نوع معقد اسمه amylopectin. الأمايلوز بيكون unbranched يعني غير متفرع وبيكون شكله هايلكس، الأمايلوبكتين بيكون branched وبيكون كومبلكس. طيب البلانت ستور سوربلس ستارتش as granule within chloroplasts and other pesticide، النباتات يا جماعة راح تخزن هذا الستارتش الزايد عن حاجتها عن طريق granules أو على شكل granules حبيبات ضمن الكلوروبلاست. كلوروبلاست هي عبارة عن وحدات تخزينية للستارت موجودة ضمن النباتات. نوع آخر من الستورج بوليساكرايد اللي هو السكريات المتعددة التخزينية، بس ولكن عند الأنيمالز، عند الحيوانات. في عندنا شيء اسمه جلايكوجين، الجلايكوجين هو الشكل التخزيني للبوليساكرايد ضمن الحيوانات، ضمن النباتات بنسميه ستارتش. Human and other vertebrates store glycogen mainly in liver and muscle cells. يعني نحن راح نخزن البوليسكرايد على شكل glycogen بالليفر بالكبد والمسل سيل، يعني خلايا العضلات. في عندنا النوع الثاني من البوليسكرايد. هيك يا جماعة بنكون خلصنا الستورج بوليسكرايد اللي هو عبارة عن الستارتش ضمن النبات والجلايكوجين ضمن الانيمالز. هلا بنيجي للقسم الثاني من البوليسكرايد، هو عبارة عن ستراكتشرال بوليسكرايد، يعني البوليسكرايد اللي بتدخل في بناء الخلية. في عندنا مثال عليها اللي هو السليلوز. السليلوز is the major component of tough wall of plant cell، يعني يعتبر هو الجدار السميك او الجدار الخشن من الخلايا النباتية. مثل الستارتش السليلوز راح يكون عبارة عن بوليمر من الجلوكوز، يعني الجلوكوز بالنبات عبارة عن مونومر بيكون لنا تو بوليمر، اما راح يكون ستارتش وراح يكون دوره تخزيني او سليلوز وراح يكون في دور له دور بنائي. But the glycosidic linkage differ، يعني الرابطة اللي بتربط الجلوكوز راح تكون مختلفة بالستارتش عنها في السليلوز. The difference is based on two rings former from glucose، في عندنا الفا وفي عندنا بيتا، يعني الاختلاف بين الرابطه بين الستارتش وبين السليلوز انه نوع الرابطه، في واحده بتكون الفا وواحده بتكون بيتا. هاي في عندنا الرابطه
عبارة عن ألفا جلوكوز، وفي عندنا رابطة بيتا جلوكوز، تختلف ما بين الستارتش وما بين السليلوز. الاختلاف بينهم يا جماعة صراحة مش كثير يعني انتم مطالبين فيه. هاي هون عندنا الألفا جلوكوز مثلا ترتبط ما بين الكربون الأولى من أول جلوكوز مع الكربون الرابعة من ثاني جلوكوز، بتكون لنا الستارتش سبحان الله. وفي عندنا الرابطة البيتا جلوكوز بتكون أيضا بين أول كربونة ورابع كربونة من الجلوكوز الثانية، بس بيكون نوعها بيتا، يعني بتكون نوع الرابطة بيتا. الألفا بتعطينا ستارتش والبيتا بتعطينا سليلوز، بس هذا نحن مطالبين أنه نعرفه، أنه الاختلاف ما بين السليلوز وما بين الستارتش بالنبات بيكون نوع الرابطة، واحدة ألفا واحدة بيتا. الألفا بتعطينا ستارتش والبيتا بتعطينا السليلوز. الشكل أيضا يا جماعة الفرق بيناتهن، الألفا جلوكوز الرابطة ألفا بتكون هيليكال، والبيتا جلوكوز بتكون ستريت، يعني بيكون ممددة أو مثلا مباشرة أو مستقيمة. الهيليكال بتكون ملتفة إذا في شكل. In straight structures, each atom on one strand can bond with OH group on other strand. زي ما حكيت لكم هون بالرسمة انه بيكون في عندنا H من هون مثلا مع OH من هون، بتكون لنا جزيئة ماء، بتطلع جزيئة الماء وبتكون لنا البوليمر. Parallel cellulose molecule held together this way are grouped into macrofibrils which form strong building material for plant. يعني لما نحكي عن سترايت ستراكشر يا جماعة بالبيتا راح يعطينا السليلوز، بيكون في عندنا سترايت، بيكون في عندنا اتش من واحدة مع او اتش من واحدة، هاي متفقين عليها. اما بالبارلل لما يكونوا متوازيات تمام، ايضا راح يكون في عندنا تشابك وراح يرتبطوا مع بعضها البعض، عشان هيك بيكون شكل السليلوز على شكل مايكرو فيبريلز اللي هي زي الياف متجمعة مع بعضها البعض، بسبب انه لما يكون في عندنا سلسلة متوازية مع سلسلة أخرى بصير في ترابط بين السلسلتين. هذا السبب بس إنه يكون في عندنا البرر السليلوز، برر يعني متوازي، عشان هيك بيكون شكلهم مايكروفيبريلز اللي هي ألياف على شكل ألياف. هاي السليلوز يا جماعة بيكون إذا بنكبر هون هاي الليف تقريبا بيكون عبارة عن كل هذول السليلوز مرتبط مع بعضه البعض، وأيضا بشكل متوازي مع بعضهن بيكونوا مرتبطات. الانزيم that digests starch by hydrolyzing الألفا linkage cannot hydrolyze P beta linkage in cellulose. يعني الأنزيمات يا جماعة اللي بتكسر السليلوز قادرة على أنها تكسر الألفا linkage، يعني الرابطة ألفا جلوكوز تقدر تكسرها الأنزيمات، عشان هيك نحن بنقدر نهضم الستارتش. اما نفس الانزيمات ما بتقدر انها تحلل البيتا لينكج الموجوده بالسليلوز، عشان هيك جسم الانسان ما بيهضم السليلوز، فالانزيمات تشتغل بس على الالفا لينكج. السليلوز ان هيومن فود باس ثرو ذا دايجستيف تراك از ان سوليبل فايبر، يعني راح يعبر ويخرج من جسم الانسان بدون ما نستفيد منه. سم مايكروبس يوز انزيم تو دايجست سليلوز، طبعا في بعض الحيوانات ممكن انها تهضم هذا السليلوز، او بعض مثلا الاحياء الدقيقه ممكن انها تعمل على هضم هذا السليلوز. Many herbivores يا جماعة مثل العواشب، الأبقار، الأغنام مثلا ممكن يكون في عندها علاقة تشاركية مع هاي الميكروبز لحتى أنها تقدر تهضم لها السليلوز، يعني بيكون متعايشة سيمبيوتيك مع هاي الميكروبز لحتى أنه تهضم لها السليلوز وتستفيد منها. لساتنا ضمن الستركتشرال بوليساكرايد، مثال عليها غير السليلوز ضمن النبات في عندنا شيء اسمه الكيتين. الكيتين هو another structural polysaccharide is found in exoskeleton of arthropods، موجودة بالمفصليات بال including insect الحشرات، السبايدرز العناكب and crusticans القشريات. الكيتين also provides structural support for the cell wall of many fungi، أيضا الفطريات بيكون موجود فيها الكيتين داخل بتركيبة الخلية للقشرة الخارجية لها. الكيتين is similar to cellulose except that it contain a nitrogen containing appendage of each glucose monomer، يعني تركيبة الكيتين نفس أو مشابهة لتركيبة السليلوز،
الفرق بيناتهم انه في عندنا الاطراف تبعية البوليمر تحتوي على النيتروجين. زي ما نشوف يا جماعة، هون عندنا الجلوكوز بيكون في على الطرف نيتروجين موجود بتركيبته. هاي عندنا القشريات، مثلا هاي القشرة الخارجية تبعت الحشرة بدخل بتركيبها الكيتين. هاي العبارة يا جماعة تحت الصورة كثير مهمة، اجتنا بالامتحان. بتذكر انه الكيتين is used to make a strong and flexible surgical thread to that decompose after the wound incision heals. يعني انه الكيتين يا جماعة بيدخل بتركيب الخيوط اللي بيستخدموها بخياطة الجروح. ليش؟ لانه بعد ما يلتئم الجرح راح تذوب هاي الخيوط وتتلاشى. طيب يا جماعة، نحن هيك بنكون خلصنا الكربوهيدرات. راح اعمل لكم زي تلخيص سريع له على الوورد. حكينا اول اشي عن الكربوهيدرات. طيب الكربوهيدرات نحن قسمناها لثلاث اقسام، 1 2 3 يا جماعة. اول شي في عندنا المونوساكرايد، في عندنا الدايساكرايد، راح اعمل اختصارات لانه احنا درسناهن، وفي عندنا البولي ساكرايد. طيب المونوساكرايد يا جماعه شو حكينا عنه؟ حكينا انه في عندنا نوعين، في عندنا الالدوز وفي عندنا الكيتوز، صح كتصنيف. طيب زي ما حكينا انه هو يعتبر سيمبل، هذا المونوساكرايد هو السيمبل، سميناه شوجر. في عندنا الدوز وفي عندنا كيتوز، ايضا صنفناهن حسب عدد الكربونات، بس راح يظلوا ضمن تصنيف الالدوز والكيتوز. في عندنا امثله عليهن، خلينا نرجعها بالجدول. في عندنا مثلا الجلوكوز، الجلاكتوز، هذا شو يعتبروا؟ هذا الجدول كثير مهم. هاي التصنيفات اللي هو جليسر الديهايد، هذا الدوز، الداي هيدروكسي اسيتون مثلا كيتوز والى اخره، هذول تعتبر انواع لهم. طيب بعد ما حكينا هيك حكينا عن الدايساكرايد. الدايساكرايد باختصار هو عبارة عن تو مونوساكرايد. شو حكينا في عندنا انواع؟ في عندنا المالتوز، في عندنا اللاكتوز، في عندنا السكروز. طيب المالتوز يا جماعة هو تو جلوكوز. طيب اللاكتوز هو عبارة عن جلوكوز زائد جالاكتوز، صح؟ وآخر شي عندنا السكروز هو عبارة عن جلوكوز زائد فريكتوز. طيب هذا بعتقد اكثر شيء او كل شيء حكيناه. طبعا بعض التفاصيل البسيطه زي الجلايكوسيديك لينكج، هاي بنراجعها وشو هي الطريقه، وحكينا عن كل شيء فيه. طيب جينا بعد هيك حكينا عن البوليساكرايد. البوليساكرايد تتفرع الى قسمين، في عندنا ستراكشرال وفي عندنا ستوريج. تمام يا جماعه، في عندنا نوعين من البوليساكرايد. الستراكشرال ايضا عندنا نوعين، في عندنا بالانيمال وفي عندنا بالبلانت. والستوريج برضو نفس الشيء، في عندنا بالانيمال وفي عندنا بالبلانت. هيك بدنا نحفظ وهيك بدنا نركز امورنا. الستراكشرال يعني البنائي. شو في عندنا؟ السكر البنائي بالنسبه للانيمالز كان هو الكيتين، هاي درسناه اخر شيء. والبلانت اللي هو عبارة عن السليلوز. لا تدققوا كثير على الكتابة. الستورج النوع الثاني من البوليساكرايد، في عندنا الانيمال وفي عندنا البلانت. بالانيمال موجود عندنا الجلايكوجين، بالنسبة للبلانت كان عبارة عن الستارج. طيب الستارت كمان نوعين، شو هن النوعين تبعت الستارت؟ في عندنا الأمايلوز، هذا البسيط والأنبرانشت، وفي عندنا الأمايلو بيكتين. هيك بنكون يعني حطينا الخطوط العريضة للكربوهيدرات
وحفظناها بكل سهولة وسلاسة، بدل في التفاصيل البسيطة بين كل واحدة وواحدة. تمام يا جماعة، هيك نحن بنكون خلصنا الجزء الأول والأكبر والأهم من الشابتر اللي هو الكربوهيدرات. نلتقي معكم إن شاء الله بفيديو جديد لنكمل شرح الشابتر. يعطيكم ألف عافية وادرسوا منيح، وأي سؤال أي استفسار اكتبوا لي بالتعليقات، ولا تنسوا تشوفوا الحلقات السابقة واشتركوا بالقناة وفعلوا زر الجرس، ويعطيكم ألف عافية.